طيب هنروح لتنس الطاوله. تنس الطاوله زي ما احنا قلنا في النادي الاهلي برضو رجال وسيدات بيحصل فيهم طفره كبيره جدا. فوزنا ببطوله القاهره الفتره اللي فاتت. طبعا انا عايز اقول لكم بطوله القاهره دي مش بتبقى بس للمستويات او اللاعبين الكبار، ولكن بتبتدي من اعمار 12 سنه كمان زي ما احنا شايفين. كاميرا الابطال طبعا كانت مع ابطالنا في بطوله زي دي، خاصه ان في عدد كبير جدا من لاعبتنا بيشارك فيها. عملنا تغطيه خاصه للبطوله دي، وان شاء الله يعني عملنا اكبر لقاءات يمكن مع اللاعبين واللاعبات. خلينا نشوف التقرير او التغطيه الخاصه اللي عملناها دي وارجع لحضراتكم. الحمد لله طبعا قبل كل شيء بهدي طبعا فوز بطوله القاهره وفوزنا ب10 كاسات، ودي حاجة طبعا احنا متعودين عليها، بس طبعا بهديها لجمهور النادي الاهلي وبهديها للكابتن محمود الخطيب رئيس نادي الاهلي واعضاء مجلس الادارة. والحمد لله طبعا كانت المباراة ومباريات قوية قوي، لان البطولة دي اللي بيتأهل منها بيلعب بطولة الجمهورية. وطبعا حضرتك بطولة الجمهورية دي كله بيبقى مستعد ليها استعداد كامل على اساس فيها الحافز الرياضي. فالحمد لله اتمنى طبعا من اللعيبه والمدربين ان يوصلوا ونكسب بطوله الجمهوريه ونقفلها زي بطوله القاهره ان شاء الله. بطوله القاهره فيها فرق كتير كويسه. النادي الاهلي كان معاه في المجموعه، كان معانا نادي المعادي ونادي الزهور. الحمد لله قدرنا احنا نتغلب عليهم 3-0. بعد كده لعبنا قبل النهائي مع واعدين وكسبنا برضو الحمد لله 3-0، وصلنا النهائي مع مدينة نصر ودي وكسبنا طبعا الحمد لله 3-0 وخدنا أول. دي دايما بطولة القاهرة بتبقى استعداد لبطولة الجمهورية، بيبقى يطلع بينها فرق تلعب بطولة الجمهورية اللي هي البطولة بتبقى الأقوى. وإحنا طبعا عندنا استعدادات تقريبا يومية، يعني حتى في أيام في الأسبوع بنبقى يوم الجمعة غالبا بنبقى برضو أوقات كتير متواجدين. بيبقى التمرين كل يوم بنلعب من الساعة، بنيجي مثلا من الساعة 3:30 أو 4 بنقعد نتمرن لغاية الساعة 7 وساعات بعد كده. احنا لعبنا بطولة الجمهورية اللي هي الحافز الرياضي واللي هي باسم النادي اللي النادي بيحاسب المدربين عليها. كانت 5 فرق في ال3 فرق في المجموعة، بعد كده لعبنا الدور الثمانية والسيمي فاينل والفاينل. كان عندنا ماتش النادي الزمالك، ده كان ماتش جامد جدا لأن الزمالك برضو فرقة مش قليلة. فالحمد لله كسبنا الماتش ده 3-1. وعندنا لاعب يوسف عبد العزيز جاب ماتشين، وعندنا احمد البرابي جاب ماتش، والحمد لله قدرنا نتفوق عليهم 3-1. بعد كده لعبنا سبورتنج برضو في الفاينل، وسبورتنج فيها لعيبه 21 سنه بس بيلعبوا دوري ممتاز فبيلعبوا رجال، برضو الحمد لله كسبناهم 3-1. بعد كده جينا لعبنا بطوله القاهره، كسبنا نادي المعادي الحمد لله، وكسبنا انبي، وكسبنا نادي الزهور، وكسبنا نادي النصر، فبرضو الحمد لله خدنا اول. دي تعتبر اول بطوله لينا في السيزون، واحنا اشتغلنا التمرين كان على مدار 2-3 ساعات في اليوم. الحمد لله، وكانت الظروف صعبه، ظروف الكورونا والكلام دوت اللي احنا ماشيين فيها، والاجراءات ومواعيد التمرين وعدد القليل اللي كان موجود جوه الصاله، بس الحمد لله يعني قعدنا جهزنا للبطوله دي كويس جدا، لان يعني البطوله دي هي المؤهله لبطوله الجمهوريه. احنا الحمد لله استعدنا كويس جدا في ماتشات بطوله الفرق. كنا عندنا معسكر الصبح وبالليل الفتره اللي فاتت موجود، اللعيبه متواجده على طول، بنتمرن من فترتين كمان ل3 فترات، بنتمرن مع الفرق الاكبر. ما بنستعدش بس لبطوله القاهره فرق، بنستعد للجمهوريه فرق كمان. فكان بطوله القاهره فرق ضمن البطولات اللي كنا بنستعد لها كويس عشان نحضر لبطوله الجمهوريه ان شاء الله ربنا يكرمنا فيها وناخد اول ان شاء الله باذن الله. البطوله كانت 12 و15 سنه، وكل الايفنتات 18 و21، والحمد لله كل الايفنتات بتاعت النادي خدنا اول. والبطوله كانت قويه جدا، كان فيها انديه كبيره، نادي انبي ونادي المعادي ومصر التامين، والحمد لله قدرنا ان احنا نحقق المركز الاول. يعني الحمد لله نستعد طبعا، احنا بقى لنا شهر بنتمرن فترتين، 3 ايام في الاسبوع بنتمرن فترتين الصبح وبعد الظهر عشان بطوله الجمهوريه. بطوله القاهره الحمد لله كسبناها، كل الماتشات كسبنا 3-0 وخدنا اول، وبنستعد بقى عندنا بطوله الجمهوريه يوم الجمعه الجايه، دي الاهم بالنسبه لنا ومركزين والفرقه كلها مركزه، وان شاء الله ربنا يكرمنا يعني وهناخد اول زي السنه اللي فاتت.
مبدئيا كنا بنتمرن كل يوم 4 ساعات تقريبا، كنا كلنا بنيجي وكان كله موجود علشان يركز للبطولة، والحمد لله أخذنا أول. وبطولة الجمهورية اللي جاية هي قريبة إن شاء الله، بإذن الله منافسينا كتير بس إن شاء الله ناخد أول فيها. البطولة كانت قوية، كان معنا 3 نوادي، نادي وعدين القاهرة والمعادي ونادي الزهور. الحمد لله كسبنا 3 ماتشات، أول ماتش كان مع نادي الوعدين كسبناه 3-0، تاني ماتش كان مع نادي الزهور كسبنا برضه 3-0، تالت ماتش كان مع نادي المعادي وكسبنا 3-0. بطولة الجمهورية دايما بتبقى أصعب عشان زي ما بقول لك احنا دايما بنلعب المنافسين بتوعنا، في طبعا أندية سبورتنج ودمنهور الزمالك طبعا، دول أصعب منافسين طبعا لينا. هو احنا كنا بنتمرن فترتين ولحد دلوقتي لسه بنتمرن فترتين، واحدة الصبح وواحدة بالليل. والصبح كنا بنلعب كور كتير بقى وارسالات وتمارين بقى بنمشي ايدينا، وبرده بالليل كنا بنمشي برده ايدينا وبنلعب كور وفي شويه ارسالات وكده. الحمد لله مفيش اي ماتش كان صعب في البطولة، احنا كنا مستعدين قبلها بفترة يعني. احنا كنا في الفاينل لعبنا مدينة نصر وماتش ماشي سهل قوي الحمد لله، وكان 3-0، واحنا ان شاء الله نبقى جاهزين وناخد اول في بطولة ال 15 سنة الجمهورية. احنا الحمد لله يعني حصدنا الذهب في بطولة القاهرة. اصعب ماتش طبعا كان النهائي ضد نادي انبي، ان هم عندهم يعني لعيبة مصنفين كويسين، بس الحمد لله يعني احنا كنا مستعدين كويس للبطوله وقدرنا ان احنا نكسب الماتش 3-0. مستعدين كويس جدا للبطوله، واحنا حاطين هدف في دماغنا ان احنا ان شاء الله اول، واي فريق قدامنا يعني ان شاء الله هنكسبه، وفي منافس قوي اللي هو الزمالك بس احنا ان شاء الله كاسبينه، واحنا بقالنا 5 سنين بناخد اول، وان شاء الله الاول اللي بقى ده اسم النادي الاهلي، واحنا عارفين اسم النادي الاهلي اللي هو ياخد اول. بس في البطوله اصعب ماتش تقريبا كان ماتش انا وحنين، هو كان يعني ماتش صعب عشان كان ماتش الوحيد اللي اتلعب، كان خلص 3-2 ممكن. اهلا بحضراتكم من جديد، بس انا عايز اعلق يعني شفنا طبعا احد اللاعبين الناشئين بيقول انا بقالي 5 سنين باخد اول، يعني عايز اقول لكم انه حته غرز المركز الاول في اللاعبين بتبتدي في النادي الاهلي منذ الصغر، وهو ده اللي بيميز النادي الاهلي، ان اللعيب ما بيقبلش غير بالمركز الاول، لو لعيب طلع واخد مركز تاني بيروح معيط، لو لاعب ناشئ لان هو عايز دايما المركز الاول.